بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين لازال كلامنا في باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل في امر الامامه الحديث التاسع من أحاديث هذا الباب يتضمن علم الإمام الجواد ومعجزة من معاجزه، لأنه كما ذكرنا فيما مضى أن الله سبحانه وتعالى يتفضل على الإمام بالعلم، فالأئمة يعلمون بما كان وما يكون وما هو كائن لان الله سبحانه وتعالى علم هذه الامور لرسول الله محمد صلى الله عليه واله والرسول بامر من الله علمها امير المؤمنين عليا عليه السلام ومنه الى الائمه كما انهم عليهم السلام يعلمون علم الشريعه كلها فجميع الاحكام الشرعيه التي شرعها الله سبحانه وتعالى من واجبات ومستحبات ومحرمات ومكروهات ومباحات علمها الله سبحانه وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه واله ومنه بامر من الله سبحانه وتعالى انتقل هذا العلم الى الائمه عليهم الصلاه والسلام. فلذلك لا يسالون عن سؤال الا ويجيبون ذلك السؤال باجابه صحيحه. هذا من جانب. ومن جانب اخر ان الله سبحانه وتعالى اكرم الائمه عليهم الصلاه والسلام بان اقدرهم على اظهار المعجزات. وكما ذكرنا فيما مضى ان المعجزات هي على صنفين. الصنف الاول المعجزات التي يظهرها الله سبحانه وتعالى بدعاء النبي او الامام او بطلب منه. او الله سبحانه وتعالى ينزل ذلك تلك المعجزه بمشيئته فالمعجزه من الله لكن النبي يكون واسطه مثل القران الكريم القران الكريم بلفظه ومعناه الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه لان القران مخلوق وليس كما تزعم بعض الفرق بانه ليس بمخلوق لان الله سبحانه وتعالى يقول ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون فالقران الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وانزله على الرسول محمد صلى الله عليه واله وهو واسطه في ايصاله الى الناس او مثلا ناقه صالح الله سبحانه وتعالى خلقها واخرجها من الجبل بدعاء صالح عليه الصلاه والسلام وهناك معاجز الصنف الثاني منها هي ان الله سبحانه وتعالى اعطى القدره للنبي ليظهر تلك المعجزه أو أعطى القدرة للإمام ليظهر تلك المعجزة فالنبي هو الذي يصنع تلك المعجزة ولكن بقدرة أعطاها الله سبحانه وتعالى إياه ولذا عيسى عليه الصلاة والسلام يقول وأحيي الموتى بإذن الله يعني عيسى هو الذي أحيا الميت ولكن بقدرة اعطاها الله سبحانه وتعالى اياه باذن الله وابرئ الاكمه والابرص باذن الله فالله سبحانه وتعالى اكرم الائمة عليهم الصلاة والسلام بان اقدرهم على اظهار بعض المعجزات وهم حسب المصلحة وحسب مشيئه الله سبحانه وتعالى احيانا كانوا يظهرون تلك المعاجز لا دائما كالانبياء عليهم الصلاه والسلام الانبياء ايضا كانوا يظهرون المعاجز لاثبات صدقهم عاده او احيانا قليله لبعض المصالح ولكن غالبا بعد ان يتم الحجه للناس باظهار المعجزه غالبا ما كانوا يظهرونها بعد ذلك ولذا الله سبحانه وتعالى في القران الكريم يشير في صور متعدده كسوره الانعام مثلا وسوره زخرف انه كانوا يقترحون على رسول الله محمد صلى الله عليه واله اظهار المعجزات فالرسول كان يقول المعاجز الماضيه التي اريناكم اياها كالقران الكريم هذه تكفيكم، وأنتم تطلبون هذه المعاجز عنادًا، وليس لأن يثبت لكم الحق، فلذلك تريدون أن تجعلوها ملعبة، والله سبحانه وتعالى حكيم، لا يغير الأسباب الطبيعية التي جعلها، إلا في الموارد التي تقتضيها الحكمة. وليس في كل اقتراح لكم من الموارد التي تقتضيها الحكمه ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض حس الحديث التاسع من احاديث هذا الباب يتضمن علم الامام الجواد ومعجزه له اظهرها للقاضي يحيى ابن اكثم يحيى بن اكثم كان قاضي القضاة في زمن المتوكل العباسي وفي بعض الازمنة الاخرى ايضا هذا قاضي القضاة وفي زمن المأمون العباسي هذا رجل طبع الله على قلبه الامام اراه الايه لكن لم يؤمن، كما ان الرسول صلى الله عليه واله وسائر الانبياء كانوا يرون الايات، لكن كثير من الناس ما كانوا يؤمنوا بها. عن محمد بن ابي العلاء قال: سمعت يحيى ابن اكثم قاضي سامراء، بعدما جهدت به. وناظرته وحاورته وواصلته يعني هو ما يعترف لانه هو لا يريد ان يقر بفضل الامام الجواد عليه الصلاه والسلام لكن هذا الصديق هذا الصديق جهدت به يعني امتحنته وناظرته يعني جادلت معه حاورته يعني اجرينا الكلام معه واصلته من المواصله الموده والتحاب يعني صرت صاحبه اللي يبوح لي باسراره وسالته عن علوم ال محمد بالنسبه الى الائمه عليهم الصلاه والسلام شنو علومهم فقال ذكر قضيه لان هذا الصديقه ومعه وتواصل معه فالله سبحانه وتعالى أجرى الحق على لسانه فقال بين أنا ذات يوم يعني بينما أنا ذات يوم أطوف بقبر رسول الله صلى الله عليه وآله الطواف بالقبر الطواف معناه واضح أنه واحد يفتر حول شيء وهذا واجب في الحج والعمرة طواف البيت لكن إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. "الطواف بالبيت واجب في الحج والعمرة، وفي غيرهما مستحب". لكن هل يجوز الطواف بغير البيت؟ الجواب نعم يجوز أن يطوف الإنسان بغير البيت. إذا ما ينسب إلى الله سبحانه وتعالى فجائز. الآن مثلاً بعض الذين يلعبون في المباريات حينما مثلا يفوزون في الكأس يطوفون حول الملعب لكن لا ينسبونه إلى الله يعني ما يقول أن هذا العمل واجب أو مستحب أو كذا لا يقول هذا تقليد أنا أريد أن أأتي به ما يتضمن محذور شرعي لا بأس بذلك أو واحد مثلا يطوف على حول بيت من يحبه مثلا اذا لا ينسبه الى الله سبحانه وتعالى لا باس بذلك لانه ما عندنا دليل على حرمته بالنسبه الى القبور قبر الرسول صلى الله عليه واله وقبر المعصومين الطواف حولها جائز وقد ورد في بعض الروايات استحباب ذلك فحيث انه ورد استحبابه فواحد بنية الاستحباب يطوف لا باس بذلك. بين انا ذات يوم دخلت اطوف بقبر رسول الله صلى الله عليه واله فرايت محمد بن علي الرضا يطوف به رايت الامام الجواد ايضا كذلك فناظرته في مسائل عندي فاخرجها الي يعني اجابني في تلك المسائل إجابات صحيحة وهو يحيى بن أكثر ما كان إنسان عادي صحيح هو من وعاظ السلاطين ومن أعوان الظلمة وقاض جائر لكنه كان عالما ومو قوتر خلوه قاضي كان عالما لكنه عالم غير عامل بعلمه فأخرجها إلي يعني أجابني إجابات صحيحة فقلت له والله إني أريد أن أسألك مسألة والله وإني والله لأستحي من ذلك عندي سؤال لكن أخجل أن أطرح هذا السؤال لك فقال لي أنا أخبرك قبل أن تسألني لأن الله سبحانه وتعالى علمهم الأحكام الشرعية فناظرته في مسائل عندي وأيضا علمهم بما كان وما يكون وما هو كائن عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لي أنا أخبرك قبل أن تسألني زين شنو تسألني عن الإمام من هو الإمام لأنهم كانوا يعلمون بأنه الأرض لا تخلو من إمام من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية من مات وليس في عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهلية هذه الروايات وأمثالها يروونها بأسناد صحيحة عندهم فهم يعلمون بأنه أنت لازم تعتقد بإمام زين إذا واجب تعتقد بإمام فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل إماما من هو الإمام الآن هو يدري ان هذا الامام مو الماموم ولا المعتصم ولا المتوكل يعلم بان هؤلاء حكام جائرون ليسوا ائمه يعلم ذلك من الله سبحانه وتعالى ليسوا ائمه من الله فزين من هو الامام؟ فقال انا اخبرك قبل ان تسالني تسالني عن الامام فقلت هو والله هذا قال انا هو فقلت علامه يعني ارني علامه هسه انت تدعي انك امام بس شنو الدليل الانسان لازم لا يصدق كل واحد يدعي ادعاء اذا كان محقا إلى دليل الى ادعائه اما المبطلون فما عندهم دليل لذا عاده يشرق ويغرب انتم مثلا الان تشوفون الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام تسأله شنو دليلك إما عند معجزة أو النص من رسول الله صلى الله عليه وآله هو أمثال ذلك شايفين مورد من الموارد من أمير المؤمنين إلى الإمام المهدي واحد من الأئمة يستدل على إمامته بالرؤيا مثلا يقول أنت راح بالطيف تشوف أنه آني إمام مثلا كلا لأن الرؤيا ليست بحجة فالأئمة ما كانوا يستدلون بذلك هذا كمثال ذكرنا وإنما يأتون بالدليل الصريح الواضح فقلت علامة يعني أريد علامة فكان في يده عصا فنطقت عصا جماد الله سبحانه وتعالى أنطق هذه العصا الله الذي حول عصا موسى إلى ثعبان، وإلى حية تسعى، والله سبحانه وتعالى الذي ينطق كل شيء، يوم القيامة ينطق أعضاء الإنسان، جلود الإنسان، وقالوا لجلودهم: لمن لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فكان في يده عصا فنطقت وقالت ان مولاي امام هذا الزمان وهو الحجه. هذا الحديث التاسع. الحديث العاشر من احاديث هذا الباب يتضمن ايضا دلاله على امامة الامام الرضا عليه الصلاه والسلام. عن الحسين ابن عمر ابن يزيد قال دخلت على الرضا عليه السلام وأنا يومئذ واقف لأن الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام كان مسجون لسنوات وسم في السجن ومات في السجن فأكو بعض في هالفترة اللي الإمام الكاظم كان مسجوناً بعض أموال الإمام الكاظم تكدست عندهم، لأن الإمام مسجون، فالأموال تكدست عندهم، فلما مات الإمام الكاظم بالسم أنكروا موته ليتصرفوا في هذه الأموال ويأكلوها، حتى لا يسلمون هذه الأموال إلى الإمام الرضا. فابتدعوا مذهبا جديدا وقالوا أن الكاظم لم يموت وأنه هو المهدي دخلت على الرضا وأنا يومئذ واقف وقد كان أبي سأل أباه عن سبع مسائل فأجابه في ست وأمسك عن السابعة يعني والد الحسين ابن عمر ابن يزيد والد الحسين اللي هو عمر ابن يزيد سأل الإمام الكاظم عن مسائل سبعة الإمام أجاب على ستة منها ولم يجب على السابع حس ليش الإمام ما جاوب عن السابع إما تقية أو لأن السائل لم يتحمل الإجابة أو لأي سبب آخر فابنه اللي هو الحسين ابن عمر اجى الى الامام الرضا قال انا راح اساله عن هاي المسائل السبع اذا جاوبني مثل جواب والده اعرف انه كلامه يطابق كلام والده فهذه علامه من علائم الامام اما اذا اجاب بجواب اخر فاعلم انه ليس بامام لان الائمه معصومون فلا يجيب احدهم جوابا يخالف الواقع أجوبتهم كلها متطابقة، فقلت: والله لأسألنه عما سأل أبي أباه، فإن أجاب بمثل جواب أبيه كانت دلالة، فسألته فأجاب بمثل جواب أبيه أبي في المسائل الست، فلم يزد في الجواب واوا ولا ياء وأمسك عن السابعة. يعني نص الكلام هسه اللي هو الحسين وهو اللي هو عمر بن يزيد سال عن سبعه مسائل سته اسئله الامام جاوبه بجواب هسه لو جواب كتبي كان او هو كتب الجواب فعندما جاء الابن اللي هو الحسين وسال الامام الرضا عليه الصلاه والسلام عن نفس المسائل السبع الامام اجابه ب نفس الجواب بالضبط، يعني لم يزد حرفا في الجواب ولم ينقص منه. وأمسك عن السابع. وقد كان أبي قال لأبيه يعني والد الراوي كان قايل للإمام الكاظم: إني أحتج عليك عند الله يوم القيامة أنك زعمت أن عبد الله لم يكن إماما. لأنه بعد وفاة الإمام الصادق بالسم، صارت فتنة. البعض إدعى إمامة عبد الله إمامة عبد الله الأفطح ولما مات عبد الله الأفطح قالوا بإمامة الإمام الكاظم يعني زادوا إماما كما ذكرنا في الحلقة الماضية فعمر بن يزيد والد الراوي قال الإمام الكاظم أنت تقول أن عبد الله لم يكن إماما، الإمام الكاظم قال له إمام قال في يوم القيامة أنا أح أمام الله سبحانه وتعالى أقول إن هذا قال لي إنه ليس إمام، الإمام قال نعم قل وفي رقبتي. إني أحتج عليك عند الله يوم القيامة أنك زعمت أن عبد الله لم يكن إمامًا، فوضع يده على عنقه ثم قال له نعم احتج علي بذلك عند الله عز وجل. فما كان فيه من إثم فهو في رقبتي. لأنه المتبوع إذا كان آثماً فيتحمل إثم التابع أيضاً لأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة وإذا الذي كان متبوعاً كلامه كان حق له الثواب في ذلك زين فهنا الراوي اللي هو الحسين بن عمر يقول للإمام الرضا عليه الصلاة والسلام بعد ما سأل الأسئلة وجاوب الإمام نفس الجواب وعلم بإمامة الإمام عليه الصلاة والسلام فلما ودعته الإمام اطاء دليل آخر ذكر له كلام يقول أنا ما عرفت شنو سبب هذا الكلام لكن بعد ذلك التفت إلى السبب فلما ودعته قال انه ليس احد من شيعتنا يبتلى ببليه او يشتكي يشتكي مرضا يعني سواء مرض او غير مرض اذا واحد من الشيعه ابتلي بذلك ببليه او بمرض فيصبر على ذلك الا كتب الله له اجر الف شهيد الله سبحانه وتعالى يعطيه اجر الف شهيد زين شلون شهيد أراق دمه في أريق دمه في سبيل الله سبحانه وتعالى، أنت تصبر على بلية أو تصبر على مرض عندك أجر ألف شهيد؟ الجواب على ذلك إما هذا يرتبط بشهداء الأمم السابقة، الأمم السابقة لأ فيهم شهداء شهيد تلك الأمة له ثواب، الله سبحانه وتعالى تفضل على هذه الامة المرحومة بان ضاعف عليهم الثواب، والثواب فضل من الله سبحانه وتعالى. ألف شهيد من شهداء تلك الامم ثوابهم الله سبحانه وتعالى يعطيه للمؤمن الصابر، شنو المشكلة في ذلك؟ وهو فضل من الله سبحانه وتعالى. أو يقال أنه هناك أدنى درجة من الثواب. ثم الله سبحانه وتعالى يضاعف الثواب بسبب نية الإنسان، بسبب الظروف اللي تحيط به، بسبب فضله مثلا، وبأي سبب آخر الله سبحانه وتعالى يضاعف الثواب، فلعله أدنى درجة لثواب شهيد مثلا مقدار معين. ثم الله سبحانه وتعالى لكل شهيد يضاعف ذلك الثواب يمكن مليون ضعف، مليار ضعف، لأن هذا الشهيد كان ذا إخلاصٍ أكثر، نتيجة عمله أكثر كان. الله سبحانه وتعالى تفضل عليه، فعندما تقول أجر ألف شهيد هذا الأجر اللي هو الأدنى. مع أنه يمكن لكل شهيد يكون اكثر من ذلك الدرجة الادنى الاف وملايين ومليارات المرات او بمقدار لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. زين الامام ذكر انه ما من احد من شيعتنا يبتلى ببليه او يشتكي فيصبر على ذلك الا كتب الله له اجر الف شهيد، شنو المناسبه؟ فقلت في نفسي والله ما كان لهذا ذكر، احنا اصلا كلامنا ما كان حول البلاء، شنو السبب اللي الامام فجأة بدون مقدمات ذكر هذا الكلام. فلما مضيت وكنت في بعض الطريق خرج بي عرق المديني. عرق المديني هذا عرق كان يفسد او يفسد في رجل الانسان. وفي الطب القديم كان علاجه بإخراج ذلك العرق ولازم بدقة كانوا يخرجونه لأنه إذا انقطع يقتل الإنسان وهو يثير ألما شديدا وإخراجه يثير ألما شديدا خرج بي العرق المديني الإمام في بداية الأمر في المدينة ذكر له ما من أحد من شيعتنا يبتلى ببلية أو يشتكي الإمام بده يعطي إشارة أخرى أنه آني أعلم بما سيقول إليه أمرك فلقيت منه شدة فلما كان من قابل حججت السنة القادمة أيضا ذهب إلى الحج فدخلت عليه وقد بقي من وجعي بقية يعني السنة هذا كان يعاني من ألمه بس الألم كان خاف جداً فشكوت إليه وقلت له جعلت فداك أوذ رجلي أوذ رجلي يعني أقرأ دعاء على رجلي حتى الله سبحانه وتعالى يمنع المرض من الاستمرار وبسطتها بين يديها الرجل التي كانت مصابة خلال سنة فقال لي ليس على رجلك هذه بأس هذا العرق خرجته والمرض انتهى هسه اثار وبقيه من الم خفيف، هذه مو مشكله. المشكله راح تكون في رجلك الثانيه اللي راح عرق ثاني يطلع بيها. ليس على رجلك هذه باس ولكن ارني رجلك الصحيحه. فبسطتها بين يديه، فعوذها قرا عليها دعاء. فلما خرجت يعني من عند الامام عليه الصلاه والسلام لم البث الا يسيرا حتى خرج بي العرق. الرجل الثانية الصحيحة خرج بها نفس العرق المديني اللي ألم شديد وكان وجعه يسيرا ببركة دعاء الإمام عليه الصلاة والسلام، فتضمن هذا الحديث بيان علم الإمام عليه الصلاة والسلام، وبيان كرامة الإمام عليه الصلاة والسلام وأمور أخرى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا معرفة وعلما بالائمه عليهم الصلاه والسلام وبمقاماتهم هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين